بالعروض الرائعة. هذا الأخوات فيها قياس 5 أونص، هذا فيها 5 أونص الأخوات في الكلاش. الثمن ديالو الأخوات 6000 درهم فقط، 6000 درهم، 120000 ريال، 600 أورو. ولكن صحيح، هي باش تعرفوا شي حاجة اللي صحيحة وعملية، شي حاجة تلبسيها وعملية، يعني رائع رائع صراحة، يستحق يعني أكثر، يعني غزال ورائع. بالنسبة لي طاي الأخوات، يعني الناس 5 5 ونص، 6 كاع لي طاي كاينين، هي على حسب كل لي طاي، باش ما كانت لي طاي كبيرة باش ما تيكون الثمن زايد. هاد الأخوات راه فيه بروموسيون 6000 درهم، 600 أورو، 120000 ريال، تيجي غزال مع الكلو والكاختي والفان كليف. شحال الجرام اختي؟ 530 بالنسبه لرادكو والدبليش، يعني بالنسبه لرادكو والدبليش يتباعوا بالجرام، بالنسبه للحاجه تاع البراسلي وهذا تتباعوا على حسب كل حاجه والخدمه ديالها. بغيت رادكو، رادكو منقوشه فيها 20 غرام. واخا اختي قد ذلك، تواصل معايا في واتساب، تواصل مع مريم وان شاء الله راه تجاوبك، وديك الساعه نقول لك ونصور لك وحده كانت عندنا، وان شاء الله نقول لك كيفاش دايره والطول اللي بغيتي فيها ونقاد ذلك. سفيان خويا بغيت رادكو، دارتكو دورة واحدة غلط واحد بيتيها نقاد ذلك. أي حاجة بغيتوها الأخوات تنصوبو حنا المصنعية، يعني تنحاولو نجيرو، يعني أي حاجة بغيتيها تدير كوموند لها وتنوجدوها لك، يعني كيما تتعامل مع الأخوات. راه تبارك الله شحال من أخت دابا معانا في اللايف، يعني قد تجيني لها شي حاجة ولا ما عجبتكوش حاجة راه 1000% تعجبك، لأن متنقدو هاد الحاجة إلا عرفناها غادي تعجبك، لأن تتكون مخدومة باليد بحال رادكو والدبالج يتخدمو باليد. أما لي بغاسلي عندنا لي طاي، عندنا كلشي كاع لي طاي لي بغيتو كاينين. تنهضرو دابا الراد كولا بغيتيها غلد واحد، الا بغيتي منقوشه، الا بغيتي شي غرامات طالعين بحال كاين تتبغي 50 غرام 60 غرام، يعني كل واحد اش يبغي. الا بغيتيها ممكن نقاد ذلك على حساب لاطاي اللي بغيتي. خوات غندوز لكم طالونسومبل تاع تاع الكلاش تاع هو، يعني غندوز لكم كل حاجه والثمن ديالها بالحلقات ديالهم بالبراسلي بالعلاقه بكل شيء، يعني نحاول ندوز لكم كل حاجه بوحده. يعني البراسلي هو الاخوات فقط 6000 درهم، 600 اورو، 6120000 ريال. وبالنسبة لبوكل ديالهم، لبوكل دايرين أخوات 1900 درهم، 38000 ريال، هما الحلقات الكلاش 38000 ريال، 190 أورو، 190 أورو الأخوات، 1900 درهم. غزالين هادو تاع الكلاش، زوينين، تيجيو رائعين وصحاح، يعني صحيحين، وكيف تشوفو من الخلف يعني ماشي خاويين، مباطين من الخلف وصحيحين، كليبس، حلقات كليبس لي زوينين ولي كاستعمال يومي. وبالنسبة للبوندونتيف ديالو مع الأخوات، هو درنا حاولنا نديرو هدا صغيور ورائع، تيجي حلو في اللبسة، يعني غزال غزال. إلا بغيتو نصهم بالكامل دابا نعطيكم كل حاجة بوحدها، ودي الساعة إلا بغيتو راه نجمعهم ليكم كاملهم ونقول لك الثمن ديالهم. هاد الأخوات 140 أورو، 140 أورو، 28000 ريال، 1400 درهم، غزال غزال صراحة، تيجي زويون ذوقي ورائع. وبالنسبة للاباك ديالهم، كيبان لي هادا طاي صغيرة، الاباك ديالهم الأخوات 1500 درهم، لو كان عندو شي واحد لاطاي صغيرة، هي طاي صغيرة كاينة، كاع لي طاي كاينين فيهم، غير هادي طاي صغيرة ب 1400 درهم، 140 أورو، 28000 ريال الأخوات. يعني غزال ورائع. هادي اللي لتحت هادي اختي، علاش تهضر لي؟ هادي فيها 40 غرام، بارك الله، هادي راه فيها تقريبا شي 9 و فيها اخوات، هادي 39.9 غرام. الثمن ديالها 21150 درهم، كنت بارك الله اش كديرها، يعني شي حاجة غزالة وهماوية، اش كدير تبارك الله، يعني غليظة غليظة تبارك الله. هادي راه إلا لبستيها راكي من بعيد، يعني تشوف كالأخوات تتبان من البعيد، فين ما كنتي الأخوات رائع رائع صراحة. هادي شي حاجة لي ثقيلة، 21000، 21000 و 150 درهم، 21000 و 150 درهم، 2115 أورو، 2115 أورو. هادي الأخوات فيها 39.9 غرام، يعني غزالة. سلام هي أخوات، دوز ليكم جوج سريتات زوينين اللي بغا أخوات،
يحاول يسكريني ويتواصل معنا في واتساب. هذه الاخوات دايره 2 مليون، هذه تاع 39 غرام فاصله 9 دايره 2 مليون و23 الف ريال. 2 مليون و23 الف ريال. اخوات الصويري اللي تا هو كاين سيريت التصويره تاعي غزاله غزاله غزاله. هذه العريضه، يعني هذه العريضه هذه خدمت على واحد الاخت هذه، يعني هذه غدا ان شاء الله بنصيفطها ليها، واللي بغى يسكرينيها وصيفطها ليا وان شاء الله نخدمها ليه قياس تاعي. فيها الاخوات 52 غرام في الغرامات ديالها دايره 27500 درهم. 27500 درهم. هذه الاخوات 2 مليون، 27500 درهم، 2 مليون و70 الف، 2 مليون و100، 2 مليون ونص و50 الف ريال. 2 مليون ونص و50 الف ريال، 2750 اورو. 2750 اورو. هذه الاخوات رائعه، يبغاتها تسكرينها، يعني هذه غزاله غزاله صراحه تبارك الله. مثلا هادو يعني تنخدموهم في نهارهم تيتباعو تبارك الله، لانهم ذوقيين وباينين وثمنهم مناسب. يعني تبارك الله صرت ثلاث بنات في العرض تبارك الله، نقول لكم شحال في العرض ديالها، سبعه يعني تقريبا راه 3 سنتيم في العرض، من هنا لهنا راه 3 تبارك الله في السرتله، يعني راه باينه ماويه. يعني الثمن ديالها 27500 درهم. ديال الاخوات 2750 اورو. 2750 اورو. السرتله ديال تسعود، اشنو السرتله اختي علاش هضرتي ليا اخوات؟ بالنسبه لسميتو الكلوك اختي، وهادو راه دايرين فيهم تما البروموسيون، يعني تقريبا 20 درهم في الغرام حيجين فيهم. الرود كود تاعي حيدنا فيه 10 درهم في الغرام، يعني هادو تاع لويز تاهما راه ناقصه فيهم تقريبا 300 درهم. هادو يعني راه زواونين، هادو تاهما 4300 درهم. يعني كل حاجه كل ارتيكل ناقصي فيه شويه باش نتوما تستافدوا وحنا نستافدوا زبلاء جداد وكليان جداد. وان شاء الله كي قلنا لكم الاخوات بالاستمراريه بالاثمنه الرائعه، تنقول لكم يعني واحد الشعار ديالنا الاخوات هو اللهم قليلهم دوم ولا كثيرهم قطع. يعني تنحاولوا ندير لكم اثمنه اللي تتبقى ان شاء الله تاع الاستمراريه، تربحوا معكم واحد البركه، ولكن راه ديما ان شاء الله معنا وتتبقى لك ديما سلعتك، يعني تبقي ديما الاخوات تبقى لك هذيك السلعه تتفكري بهذاك السيد اللي خديتي من عنده وبالاثمنه. يعني الاخوات هذه 27 غرام فاصله 1 دايره 14500 درهم. 14500 درهم. 14500 درهم. رائعه هذه، 14500 درهم. 1,090,000 ريال. هذه فيها 3 اعراض تقريبا، هادو لاطي ديالها اخوات 6.3، 6.3 ديال الاخوات في الكبر ديالها، يعني غزاله هادشي. الثمن ديالها اخوات 14500 درهم. 14500 درهم. 1450 اورو. اللي بغى اخوات اي حاجه يسكرينها، لان هادشي راه يعني تتباع وبعض السرعه اللي يعني غير تتباعوا لانهم ثمنهم مناسب وثمنهم رائع. اخوات عندنا لكم بروموسيون في الكورمي تاع خوات دي بواحد الثمن رائع، حتى هما فيهم يعني برومو وثمن مناسب. هادي الاخوات 2000. هذا سير الصبر اخواتي، يقدر بغيت تبع جيب ليا طح صافي عرفوا راه غيتباع. صافي هذا غيتباع الاخوات، شكون اللي غيتجي؟ انا نحاول نقول الثمن ديالو حتى هو. هادي الاخوات 2200 درهم. هادي كورميطة خوات دي فيها 3 ب 2200 درهم، 44000 ريال. 220 اورو. 220 اورو، يعني غزالة يا سلام. تقريبا عندي الاوفال تاع هي فيها تاع 3 تاع 3 دايره 2400 درهم. 48000 ريال. 240 اورو. هاي اوفر نحاول نحط لكم هذه مع هذه باش يكون قل تبقى لي اختيار ما بين هذه وهذه، يعني هذه 2200 وهذه 2400 درهم. 240 اورو. 240 اورو. 220 اورو. هذا تيبقاو اختلاف، كل واحد شي يبغي كل واحد شي يناسبو. اخوات الخام دابا داير 475 درهم، 65 درهم. والاخوات راه الدب غادي في التصاعد وغادي في الطلوع، لان نهار على نهار تختلف السوق. يعني هادو الاخوات اللي بغاتهم تسكرينهم، هادي 2400 درهم وهادي 2200 درهم، وغزالين. اللي بغى اي حاجه يسكرينها تواصل معنا في واتساب للرقم ديالنا اللي هو 06 66
52 59 91. عندنا حلقة تاع تخوات ديال اخوات كبار تبارك الله. هادو الناس اللي بيوش حاجة باينة وعموية هادو خزارين تبارك الله قداش هادو باينين. الناس اللي بيوش حاجة باينة في الحلقة تاع تروضي هاهما يا سلام. هادو الاخوات 2100 درهم 42000 ريال 210 اورو 42000 ريال غزارين هادو راه تكون 5000 درهم. ام مجد واخا اختي ندوز عليك علاش لا دوز وحده قبيله ب 5700 درهم انا نوريها لك. هادو الاخوات الثمن ديالهم 2100 درهم 42000 ريال غزارين 210 اورو. والبلجي الاخوات الرعود دابا البلاصه ديال البلجي الناس اللي بغاو شي حاجه غزاله 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 ورائعه. هاد البلاصه ديال رائعين حتى هما هماويين يعني ديك الفلاطي ديالو هادو حنا بقاو عندي وحدي وكلا كانوا عندي تيتمشاو تيتباعوا بعض